مشاهدينا يصل الآن سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة إلى عيادات مستشفى الإمارات هنا في الفجيرة، وأكيد وجود سموه اليوم دعم كبير للقطاع الصحي. نعم، يفتتح الآن سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عيادات مستشفى الإمارات في الفجيرة، وأكيد دعم سموه للقطاع الصحي في الفجيرة دعم كبير، ونشاهد سموه في كل يوم يفتتح شيء معين يدعم المواطن الإماراتي، وأيضا في كل القطاعات الرياضية والثقافية والفنية، وأيضا اليوم نشهد دعم كبير في القطاع الصحي. مشاهدينا، طبعا أكدت التقارير السنوية للأمم المتحدة، يعني لو نعود للماضي في عام 1998 أن دولة الإمارات قد جاءت